بسم الله والحمد لله. ربنا جعلنا دعاة السلام وحبة ووئام يا حنان يا منان. الناس تبطر روحها كيف حد يزنوا ويسبب حمد الديمقراطية ويتكلم ورأيك اللي هو من المتعاطفين مع الديمقراطية، من الداعين إلى الالتحاق بالديمقراطية، المعجبين من الأنظمة الديمقراطية. وقت اللي الاسم ده البغيض لا يعني شيء إلا أنك بعداوة مع رب البرية سبحانه وتعالى، لأن ربي قال لنبينا وقائدنا المحبوب عليه السلام وشاورهم في الأمر، وقال فيما يخصنا الأمر أمرهم شورى بيننا، أعلى اليوم أمرنا في يد الهمال أو العدد القاهر والهمال، المال من الديمقراطية المتعدى على الصندوق، صندوق الله أعلم فيه كتابة في ورقة تلعن صاحبها أم لا، لك الصندوق ذاك أو صندوق ذاك. يعني أنتم بدلتم كما يقول العامل لحية بلحية، ومن بدل خلق الله فهو من أعداء الله، يكون طبيب يكون محامي يكون فهو عدو، لأنه بدل قوانين الله وأخذ بقوانين الشيطان. كيف تتصور أن أنت بدلت الصورة بديمقراطية، والديمقراطية شعار يرفعه أهل الاستعمار، واستعمارهم مؤسس على فكرة أن الأبيض والعين الزرق والخضر هم الأسياد، وهم من مسلطون على العباد اللي يشيرشوهم ويخلوهم في المذلة إلى آخر عمرهم. هذا حالكم يا ديمقراطيين، وحنا حالنا رباني، وسترى مع من يكون الله من الفريقين، فريق في الجنة وفريق في النار. جنة الدنيا لا تدوم، وجنة الآخرة هي الحيوان، فهي دائمة بفضل الرحمن. والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.